ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا في حلقة جديدة سيتي سكاي لاين. مرحبا بالمتابعين المحبين والأحبة. مرحبا بالجميع، ترحيبة كثيرة، يا هلا فيكم. أدري طولت عليكم حلقات سيتي سكاي لاين، أنا أعرف، لكن 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 اليوم عندنا مشروع شوية مميز، يعني شوية مميز. نفسكم يا متابعين، جميل مش أجمل عنكم، لكن الحين نبى نسوي العاصمة. لازم نبدأ مشروع العاصمة، لو أن المشروع صغير بس العاصمة تبدأ تكبر مع الوقت. عندنا العاصمة يكون فيها السياحة، يكون فيها الناس، يكون فيها مجرى قطار. شوف كيف قاعد نسوي القطار، شوف 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 شوف، يكون في نص المدينة، مرة 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 في نص المدينة قطار، يعني من الآخر في نص المدينة. شوف هذا شيء بيكون، اظني الخطه هاي من هناك متعلمنا الحركه هاي، جربتها وضبطت. انا عيبتني السالفه الصراحه، المدينه ناقصنها شيء واحد صراحه، المدينه عندي حاليا اللي هي سوينا مجرى الخطر الحين، صح؟ نقدر نعدل بعدين عادي، مشكله مش قضيه، بعض الوصلات هاي بنعدلها فيما بعد. ونحن يعني مثلا هاي الطريقه هاي اوكي، ونقدر نسوي لها بجريدات ودنيا. بس عندنا مشكلة واحدة، هي نقص الصناعة. نقص الصناعة قلت بسويها أول الحلقة، زين، وبنسوي أول شيء اللي هي بحاول نقص عن طريق الشركات. الشركات أحاول أحطيها في أماكن استراتيجية، اللي هي عند محطات القطار. أبغى محطات القطار يشتغلون كأنهم بزنس سنتر، ولا يشتغلون كأنهم مركز أعمال للأمور هاي، أساس يشلوا عنا ضغط بعد الصناعية نفسها، عرفتوا؟ عندنا أماكن نفسها اللي فيها تلوث وهالسوالف، أتمنى ما يزعجهم المباني التجارية، مفروض ما يزعجهم نوعا ما. عندكم الأماكن هاي ولا الشركة هاي بحد ذاتها، إذا نحط هني شركات بعد في نص المدينة، لأن يدومون قريب شوي من البيت، بنحط هني شركات مكان الصناعية الأولية. فيها شوي تلوث، بس تلوث قام يروح ترى، على فكرة شوفوا التلوث بدأ يختفي توي من 15 دقائق، نقلت كل الزبالة. أنا كنت أتريق التلوث، مو كان يروح، ليش؟ لأنه كان فيه هني أصلا اللي هو مكان حرق النفايات، وكان ماخذ سعة كبيرة من شو؟ من لا إله الله المكان، فلازم نفضي الأول المكب النفايات، بعدين نقدر نبني مكان شيء. الحين التلوث كله بيروح عادي، برايح ما عليكم. بس الحين بنبدأ بس بلبة المدينة، الحين ترى ما بنبدأ مدينة كاملة. المدينة هذه بيكون نفس فيها الأساس اللي هي الوسط، برابيكم الحين كيف بنبدأ هنا، لأن بعدنا بنتوسع لين نفتح المكان هني وهذا، ونسوي هالأماكن الأمور، نجهز تجهيزات أولية. يعني أخبركم الحين نبدأ في قلب المدينة. قلب المدينة بيكون شو فيه هذا؟ تعرفون شو بيكون فيه هني؟ ما بيكون في حتى شارع دايركت لين هني، انا بخبركم. في عندي فكره، ان شاء الله تبدا على العاصمه هاي لو ضبطت. نشوف لحظه اي تول هذا، اوكي، لو ضبطت الفكره على العاصمه بيكون روعه، بيكون وايد حلو، وايد يكون شيء خرافي يعني. ان شاء الله تضبط هذا. واحد، هذا قلب المدينة الحين، حن قاعدين نصنع قلب ولا مركز المدينة بطريقة شوي مختلفة عن السابق. انزين، بنوصل مي وكهرباء بس عشان يشتغل كل شيء، اللي نحطيه في مركز المدينة. الدولة قامت تستوي عودة، فلازم نسوي العاصمة. العاصمة بيكون لها شوي امتداد وباء، يعني ما بيكون اي شيء ونروح. انا احط هاي بعدين بنستغني عنها، ما عليه، لانها كلها مع الوقت بيمتد 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 بيمتد. مركز المدينة بيكون فيه شيء اتمنى انه يركب، اتمنى مجرد امنية انه يركب. اذا ما اركب هني لازم اوسع الدوار شوية، بوسع الدوار ما عندي مشكلة. شوفوا بوسع الدوار، دو ما بستعمل دوار جاهز خلاص، اوكي. ليش؟ الفكرة كلها انه يكون مركز المدينة فيه المواصلات. اسوي شارع عود ولا صغير؟ الناس بتمر الوسط، سوي 4 شوارع شير،
لا، 4 شوارع بباصات بسوي، ولا شارعين بباصات عندك الحين؟ لا، سوي 4 شوارع باصات بهذا الحجم، بنحطي عند القطار دايركت، زين، وببت الشارع الحين من هني لين هني، بعدين بنسوي تفرعات. ترى خلنا نشوف لحظة، الشارع هذا وايد عود على الفاضي، 6 شوارع. يا حبيبي كنت ب4 شوارع انا، لحظة نسوي 4 شوارع بباص، 4 شوارع بباص على قياس الباص. زين، نسوي هني اللي هو شارعين، نسوي هني شارعين. الحين بيركب محلات او باركنات او شيء من هالقبيل، نحط باركنات كهرباء الحين، بيكون بداية موفقة يعني. باركنات اشكالها حلوة، بشلها هذا لحظة، لا خله كذي احسن، احسن ما يكون على الشارع العام، حد يمكن يستعمله على الشارع العام. لا خلي بارك، حتى هاي بغير مكانه، بسوي بالطريقة هاي، هذا ما غير مكانه بالطريقة هذه. هي فنان، لان الحين اقدر احط لي، اظني في عندي حدائق صغيرة، لحظة، حديقة صغيرونة ابا، حديقة صغيرونة، حديقة صغيرونة، ما عندي مشكلة احطي هذا، بس لو يركب عندي شيء الحين بيكون حلو، بس ما ظني بيركب، صعب. بدور انا، بدور فيما بعد، بس ما اطول الوقت اللي هني الفاضي، بدور. ويمكن اشيل هاي، بس صبر، اول شيء خلنا نوصل الكهرباء هاي، اساس ما تنقصنا كهرباء خير شر. زين، اوكي، هذه كهرباء. شوفوا محطة القطار كيف تي، ومحطة القطار نفسها شو بيميز بيكون فيها، شوفوا السكة. زين، قطار العاصمة، قطار العاصمة بدون العاصمة، ما عليه، مو مشكلة، تحملوا شوي هاي. زين، إذا استعمل هذا، لحظة، أيوة، هذا المطلوب. اوكي، ابى اسويه مايل بالطريقة هاي. اوكي، وايد حلو، وايد اوكي، بس خلنا نرفع شوي من هنا عشان يكون المنحنى طبيعي. زين، وكم سوينا احنا، ماينس كم؟ اوكي، ان شاء الله يخدم مدخل ومخرج ان شاء الله. لحظة، اذا ما بيدخل مخدم ومخرج، لانهم ما بيبينون شو بسوي. زين، بنحطي واحد بالطريقة هاي، نحطي واحد، لحظة، هني ما بيركب، هني بالطريقة هاي. في تشعبات تحت المدينة بتكون، يعني شوف تشعبات قطار، كله هني شوارع بتخطف من فوقها، بيوت بيكونوا على الزاوية ترى، بس قطار ما بسوي له مدخل ثاني خلاص، يعني هذا بخليه مسكر، مدخل واحد يسده، هذا في نص العاصفة بيكون. ما ادري منو بيسافر هنا الحين، بس ما بتكون حركه ذكيه منه اذا سافر هنا. انزين، الحين خلنا نمسك المكان من هنا. كم محتاج؟ لحظه، 20. لحظه، انا ما ميلت الخط، ما ميلت الخط، اوكي، ها بيسوي لي شوي مشكلة. لأنه اوكي، مش مشكلة فعلية، مش مشكلة، ما نقدر نحلها يعني، نسويه بالطريقة هاي. هذا منتصف المدينة بيكون نوعا ما، نوعا ما منتصف المدينة، شوفوا. انزين، منتصف المدينة راح يكون بالطريقة هاي، بيتفرع الشارع
نسميه بالطريقة هاي. الدوار كانت فكرة أحلى، بس المحطة الأقطار هاي ما راح تسمح لي، وايد صعب بيكم. وحاليا ترى أصلا ما عندنا هاي واي جاي مهني دايركت من برا، إلا إذا نجيب هذا ونسوي تقاطعات، ولا نجيب واحد من بعيد. فالحل الأنسب للهاي واي مالنا يكون هذا الشارع 6 خطوط، اللي هو يعتبر امتداد طيب. اوكي شوفوا هذا امتداد طيب جدا. صار بيخطف من تحته ومرتاح ولا؟ خلوني انزل شوي، مش مرتاح نفسيا الحين. اوكي احسه اهم شيء الاخطارات تخطف. اوكي مرتاحه زين. هاد دوار، هذا مش دوار فعليا، اخر بطان بس بيخدمنا وايد. ليش؟ لان هذا الحين في مكان بسط. الفكره هي ان احنا نسوي شارع مختلف، دائري داخلي وشارع خارجي. اوكي والشارع الثاني راح يكون بالطريقه هاي بارتفاع 9 بعد هني بهاي الطريقه. خلنا نسوي له ابجريد بالطريقه هاي. ها حاليا مدخل المدينه مدخلين هذا الشارع وهذا القطار. زين وداخل المدينه داخليا كيف راح تتوصل؟ راح توصل الشارع باصات زين بالطريقه هاي. شوفوا احس والله بيكون شيء جيد جدا على مستوى مركز المدينه. واللي بيكون هني طبعا بحطي وحده من العماير الحلوه في برودكاست مبنى الاذاعه. والله هذا يستحق اني احطه هني تقريبا بس اظني لو احط الترانسبورت تاور هني يمثل المدينه شوي في شيء حلو، بيسوي لهم شوي نويز بس مو مشكله. اوكي ترانسبورت تاور بنحط جنبه ميديا برودكاست. هذا لب المدينه الحين. احنا نتكلم عن لب المدينه الحين شوفوا. اوكي وفي نفس الوقت لان عندنا الشارع احنا صغير شو بنسوي؟ شوفوا هني الحركات اللي تفرق ترى. انتوا تحسبون المكان بيكون فاضي؟ لا من يقول؟ بالطريقة هاي هالشارع بخليه يطلع. لا ما بخليه يطلع، لحظة اصير الشارع بكبره غلط. خلنا نسوي الشارع هني رايح رد. هذا بيضم لي خدمات اولية بس ما اظن بيكفي. زين هذا خدمات حق المكان هذا نفسه بحد ذاته. زين الشرطة حطي عيادة ان شاء الله يستوي مكان هنا يستوي هنا بس. اوكي عيادة عند محطة الخطر مو مشكلة. يمشي الحال يمشي الحال. اظن اذا اسوي مخرج هنا ويت ايه بس المخرج سوالي فرق السماء والارض. مخرج سوالي فرق السماء والارض. لحظه هني ليش هني رايح رد؟ لان هذا ما يرجع الشارع. زين اذا هاي الطريقه بنمشي خلينا نمددهم فعليا كم بيفرق ويانا ايوه الحين فرق وايد. لو اللي يفرق ان هاي الشارع الصغير هذا كان ماخذ من المساحه. الحين عند هايل بنحطي شركات، شركة شركتين اللي في الوسط. لا صبر وسط عندي لها مشروع بروحها. حطي شركات بالطريقة هاي داخل وسط المدينة. هذا المبنى الأساسي مال النقل يعني. هذا خلاص الخطار هذا راح نعتمد عليه في النقل والأمور هاي. بس هالشارع مش حكيم أبدا، بس بحاول بغير الشارع هذا، بسوي هاي واي، بسوي شيء، بجيب هاي واي من برا أكيد، مني بشارع من هني، مني بشارع من الصوب الثاني، ولا بد نمد هالشارع في نهاية اليوم.
نمد على البحر النيبة هني. هذا الحين حتى نقدر نسوي لحظة، خلينا نمد لكم الشارع هذا. لحظة، مشكلة الظلمة يمشي تقريبا على البحر. أيوة بالطريقة هاي. ليش ليش نفخ استوى؟ ونفخ والله صدقون ما كنت بنفخ، بس اي دونت مايند، بسوي شيء من فوقه ما عندي مشكلة، بيكون وايد زين. وبنسوي هني كنا بسوي مينا، بس انا ليش بكت هذا؟ لان الهاربر اللي هني يقدر يجيب الناس من هناك، ما عندك مشكلة. زين لحظة، احنا شو حطينا هنا؟ شركات. هلا نشل الشركات اللي هني، حطي حولهم شو؟ عماير. الفريج الاول راح يكون هني، بنسوي بنشتغل على اول الفريج. اوكي، والشوارع الاساسية الداخلية ما عدا الشارع الاساسي هذا راح اخليهم شو؟ ده ممتاز، ركب عدل. انا اقدر اخليه متوصل في هذا، ما عندنا مشكله. عندنا تغطيه، شبه تغطيه، ما عندنا تغطيه كامله، بس ما عندنا مشكله، لان اصلا هناك المفروض انه مو بالناس تدخل وتطلع من هني اصلا، خلهم يطلعون بس في الدوار عشان ما يسوون زحمه. شوارع الداخليه، شوارع شير، بما ان من العاصمه هاي ما بسوي زحمه هناك، الزحمه تنتقل لهني مو مشكله. زين، بما ان هني في بعد في حشره شوي، بيكون في ضوضاء مثل ما تقولون. ها ما بسوي له طلعه، بس طلعه طلعتين ثلاث بس، هم مو وايد عليهم بعد. في عندنا كهرباء، في عندنا سوالف، في كهرباء للحين البركانات بس مغطي عليهم. انزين الحين اساس نفتح النووي، نحن فتحنا النووي اظني. هي بس يباله فلوس، يباله 200,000. ما عندكم مشكله في الفلوس؟ ما عندنا مشكله. انزين الحين القسم التجاري راح يكون في الوسط بالضبط، الناس راح تعيش حول القسم التجاري هذا. شوفوا الناس راح تعيش حول القسم، معنا محتاجين تجاري اكثر. في لحظه خلينا نحط تجاري. زين هذا بعد خلينا نشيله، نحط ماير. اوكي، بس اظني هذا مشروع ناجح كمركز مدينه على فكره. الحين تذكروا ان هذا بيكون مفروض يكون، مفروض يكون مسيره نقل اساسيه. شوفوا في حد جاء، في حد راح. شوف ترين ستيشن، اوكي، باسنجرز وهالسوالف، هاي الامور. انزين طبيعه الحال بنتري المطار حق العاصمه، بنوصل 60,000 ما عندنا مشكله. بس الحين شو المبنى الزياده اللي ابغى احطيه انا هني؟ انا اشيل اقدر اشيل كم من باركن والله، او اقدر احطيه هني على مدخل المدينه، او ايش ما نحطيه عند صناعيه مال التكاسي. اظن بينتشرون في المدينه بسرعه هم هاي التكاسي، ما عندهم مشكله. اوكي، ها حق المدن كامل، يعني بخلي بعتبره تغطيه مدينه كامله. نبى تكاسي، واحد اثنين، والله حلو، لا والله المشروع ناجح احسه. ونبى تاكسي هني، لا ما نبى تاكسي، خلاص عندنا تكاسي هناك، تو ستانس تكاسي. وبنحط تكاسي عند هني، بنحط تكاسي هني، هاي مال حمولة بضاعة عندهم تكاسي. بنحط تكاسي توصلهم الجماعة إلى المترو ستيشن هذا اللي هو في نص المدينة. أنا آسف ما كنت بهدمكم، بس أبغى تكاسي والله. نبغى عند المترو ستيشن، ها أماكن حيوية يعني باختصار. تكاسي هني، تكاسي عند المترو ستيشن، بعيد هذا المترو ستيشن هني، مترو ستيشن. ونبغى تكاسي عند المترو ستيشن هذا، فين بيكون؟ هني مكان صعب شوي. لحظة، تاكسي صوب الثاني بيخطفون من بوكي، خله ما نبغى. نبغى تكاسي حق الخطار هذا، نبغى تكاسي حق المكان هذا، نبغى ماي. زين هذا التكاسي اظني يعني في تغطيه كافيه نوعا ما بيكون. شوفوا الحين بينطلقون التكاسي من هنا، شوف بيشتغلون. عندنا وايد تكاسي، عندنا 50 100 150 تاكسي، 150 تاكسي بيبدون يشتغلون، بيطلعون عليهم عليكم.
بيطلعون لي عليهم. هم تكاسي يحصلون دائما طريقة، ما عليكم ما عليكم، دائما يحصلون طريقة. هني بالنسبة لهذا في نص المدينة بسوي شارع أربع شوارع، مش هني لا ولا هني، بسوي الوتر الأساسي أربعة. أوكي، أساس نحط باصات تكون أمورنا طيبة. بنحط بيوت على مرور الخطاب. أوكي، هاي اللي في أفلام أمريكية يسكنون عند سكة الخطار، عرفتوا؟ متأذين كل شوي بيتهم يهز. هذه الحي اللي هني بيتهم بيهز كل شوي، مساكين والله. من الحين كاسر خاطري. انزين، وبيوت زيادة. انزين الحين هذا القسم والله قام يبنون، تشوفوا محلاهم. رصة ما في مكان ضيق، ولازم يكون على القياس. انزين الحين لازم نحطي لهم شوية خدمات ثانية. حطي لهم ملاعب في نص المدينة، ملاعب هذا احسن، هني بيبني شيء على الاقل. بنحطي عند القطار حديقة، كنا بنحط حديقة بس ما كفى المكان وسحبت على الموضوع. انزين ملعب هني، ملعب هناك. اوكي، يكون عندنا شيء يعني يسوونه، مش لنا الفاضي. عندنا هذا اصلا يعني، هذا يجيب ترى ناس، يجيب زوار. اختار قام يشتغل عندنا جايب ثمانية اخر اسبوع الماضي. بعد الناس ما بدها تسكن بعد، يعني انتم حطوا ببالكم هالشيء، ترى الناس ما بدها تسكن للحين. زين، واحد هني واحد هني وينشبك. لحظة، خلنا ناس الغي الخطة، والله مضايقني. اظن اني تدرب البيت صدقون. زين، نحط نشل هذا هذا هذا، خلنا نشل هاي كلهم. في عمدة غير؟ لا. اوكي، الحين اريح شكل مكان. خدمات كنت تحت الارض، ما بخدمات تشوف فوق الارض. خدمات فوق الارض كئيبة والله، كئيبة. انزين الحين كعاصمة نحن بعد يبالنا مقبرة طبعا. الجزء الحزين اللي احس انه انزين، هذي كمقبرة هني على الشارع هذا. هذا مكان زين صدقون، تعرفون ليش؟ انا بخبركم الحين شو بنسوي. بني هني ابى اسوي هذا المكان هني. لحظة، مكان صغير شوي. لا اوكي يكفي، بسوي مكان ممر داخلي، شارع واحد. ابى الشارع سيدة شوي هني، يطلع من هني في انحناء بسيطة. اوكي، بنحطي لهم هني كمدينة شغلات ما سويناها قبل فعليا. نحن بنحطي سونا، شوفوا هالاماكن الناس بتبدا تزورها شوي 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 شوي، هاي ترفع من صحة الناس على فكرة. انزين، نحط ميديكال هليكوبتر ديبوت. احس بيكون مكانه حلو هني هالصوب عقب يوم بنمتد. اوكي، انزين، وبنحطينهم في هذا المكان. اول شيء نبى، ما عندنا باركنات فعليا نحن في اللعبة ترى. الحين باركنات اللي استعملها كلها مال كهرباء، لان اشكالهم حلوة اصلا. حطي باركنات حقه، بنحط جنب حديقة صغيرونة. مشكلة تفتح حديقة صغيرونة هاي اللي لحظة، هاي تركب هني تقول عادي تركب هاي واحدة من الأماكن، ما تركب. اللي حطي حديقة صغيرونة هني، ونيب ممشى. مثل ما قلت لكم اليوم مشروع ما بنخلص نحن العاصمة، مستحيل نخلصه في يوم واحد العاصمة. نسوي ممشى، والله صعب اسوي ممشى هني، ما يطيع. زين، الممشى اللي هنا بيكون اسهل. لا، بعد نفس الموضوع، ابى مماشي جنبهم كان ناس تمشي، لان هني هذا مكان استجمام يعتبر بالنسبة لي انا. يبنهم هني بيدخلون، اللي بيجي هني عنده شيء يستانس فيه بس، فقط لا غير، ما عنده شيء ثاني يسويه. زين الحين نبى هذا الدرب مال وين صار بارك باث، هذا البارك الديرت العادي، بس نبى الحين نحن مال سياكل. 4 5 7 6 يستوي، اخس ما يستوي. نبى لحظه شوي بعيد عن عشان نقدر ننزل الشارع. 9
هذا السياكل اللي عنده سيكل يدايركت وين؟ هذا المكان. طبر اوكي اوكي نبغى نسوي ابجريد حق نصه هني. اخس هم ابجريد تو ذس تايب، شكله ما اقدر اسوي بالطريقه هاي، عرفتوا؟ زين الحين ما عليه مشكله انه هذا انا مش مقتنع في شكله اصلا، بنزل مشكله تحت الليت ما ينفع انزله. زين لا اوكي الحين اوكي، وابى اسوي نفق مشاه. نفق المشاه بيكون من هذا الشارع الى افا اروم ارفع امور وما نزل اسوي نفقه افا ما يستوي يا للخسارة. والله والله كان بيكون وايد حلو وايد حلو اذا كان عندي نفق يمر، بس عادي مو مشكلة. تعرف شو بسوي؟ واحد ثاني تسعة انا نزلناه ترى عقب لو تذكرون. زين هذا ينزل يروح الصوب هذا الصوب، هذا شكله يسمح بعد بمرور السياكل يعني، تعرفون هذا شكله يسمح ان السياكل تمر. ويت اذا السالفه بالطريقه هاي تي سياكل تمر والله مش متاكد، بس تعرفون شو بعطي الاولويه خلنا ننزله من هنا. هني وبني بهني جنب هذاك الممر. لا الناس تمر ولا الناس ما تمشي هني، في تقاطع هني. شوفوا السيكل عادي ينزل هني جاي مع الكلبة مسكين. شوفوا 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 جاي مع الكلبة حليلة. زين استوى عندي ممر ممر، اذا هذا ارفعه بيكون وايد حلو وايد حلو. ايه فنان، احس بفنان فنان. زين وين مال البساط؟ لحظه ها ما نبغى بساط وين عبد الخليل؟ ليش صرخ؟ هذا يرفع الضغط. هني بنحط شوي صناعيه اظني حاليا مؤقتا لين هاي يستوي. خلنا نحطيه هني اساس نقدر نحط لهم باصات المحطة قريبة تطلع. انزين في ناس طبيعة الحال بتي من هني حق السونة، انا متأكد في ناس تبتي المقبرة من بيوته، في ناس بتي من بيوته هني. هذا الدرب حق منو؟ هذا الدرب حق المقبرة بس نجيبهم من الوسط هني. لا ما نبغى زحمة، خليني بنزلهم هني. زين ونيلهم هني. معظم الوصلات في المدينة هاي بيكفينا ترى، بيكفينا فترة حلوة بعد. شوفوا 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 اختار محلاه وهو يمشي تحت المدينة. حبيب والله حبيب، شو مركز المدينة. طبعا بيكون عماير في الوسط الحين برصه، بعدين بتوسع البحر ما بيكون عماير ترى المعلومة. زين الحين نحن محتاجين شو؟ مباني تجارية شوي بس عشان ينزل الطلب العالي اللي عندنا. كلهم بأمن وأمان أهم شيء. لا مشكلة بأمن وأمان، مشكلة بصحة وعافية. زين خلنا نحط هنا مركز شرطة صغيرون، ولا نحط هنا مركز عود على مدخل المدينة بيكفي الاثنين. حلو المركز هذا ما عليه، خله حق ال شو اسمه، حط مستشفى ضخم خليه يوله من برا على البلاد. حط لهم هذا مال شرطة. وين هذا شرطة هني؟ حطي عند المطافية. هاي خدمات أساسية قبل النفق هني بيكون عادي ترى، نقدر نطوي الشوارع من فوق بنسوي بعد، بنسوي بلاوي ترى. وعندنا هليكوبتر ديبوتس وهي اللي نقدر نحطيها هني كلهم فخر الجنب الصناعية ما يسوون حشرة حق السكان. بس الحين اللي نبغاه مدرسة عند المقبرة، عادي ما حصل مكان ثاني. خلي المدرسة هني قريب خلي المدارس تعرفون وين؟ هني. تعرفون ليش؟ قريب على شو اسمه، قريب على الملاعب بيكون. الحين بنحط الملاعب
حلو اوكي هني بالطريقة هاي اوكي ان هاي بنحط لهم ملاعب الحين زين هاي اللي يبالهم مدرسة بروحهم مدرستهم هني بتكون فنية اوكي وبسهم حاليا هاي البسهم بنحط لنا ملعب هني بعد نبى الناس تي تستانس نبى الناس تي تستانس مرة فول يعني جو مليون ميتين ميتين انزين لا تقول لي اني غلط في القياس دخيلك اوكي الحمد لله ركب يعني الحمد لله يعني الحمد لله حتى حديقة ثانية ولا لا هاي اللي داخل خلى الناس تجي وهني كل الباقي باركنات الحين صبر باركنات باركنات عندنا هني ما بأشل شيء من هاي للصراحة باركنات هني لا خلاص بس هالباركنات اللي أظن تكفي المنطقة يعني بس شو بسوي نمنع الباركن هالأماكن ما اعرف اذا الناس بتبركن في مال كهربة ايه بركنون نايس خلنا نمنع الباركن نمنع الباركن هني اقدر اكسره ترى هني اقدر احط الباركن ما له داعي يمشون لاخر شيء انا هذا لو احطيه هني لا بعد ما ينفع مع هاي منطقة حلوة يعني فيها الحين سونا فيها كذا فيها يجون ناس من برا يسوون عبرون عندنا شركات الحين بتطلع شوي شوي شركات لازم تكون على بندخل المدينة بعد عندي شركات هني شركات هني هاي شركات يقولنا سامان يوردون بيكون عندنا صناعية بنوصل هالصناعية تقريبا في ذاك المكان وين الشارع مال الصناعية اوكي هني بشارع هني مال الصناعية هذا هالمنطقة راح تكون صناعية منطقة وسطى ما بقى منها فعليا غير صناعية فيها موارد خلق موارد اللي هني ما تهمني هي فيها مزارع بس ما بستفيد من مزارع بسويها منطقة زراعية وخلاص يعني هاي الحينة بسوي هني صناعية بكبرها شوفوا هاي صناعية الحين حلو خلى هذا يستوي خلص بالطريقة هاي في مال كهرباء هناك انزين بنحطي الورع ونوصل هاي بالطريقة هاي حق الزحمة وبنمدهم بصناعية جديدة زين وقريب المدينة هناك بحط الحين مزارع شوية منطقة زراعية مش المزارع الأولية اللي سويناهم لا منطقة زراعية كاملة زين أنا أحط هاي هاي زين عندي إحساس إن هذا بيقول ما عندي ماي زين بنحط ماي هاي المنطقة هني بنحط لهم شارعين أول شيء خلينا نشوف وين مكانهم أيوة بنيت مكان زين شوفوا هني لا بس خلاص خل عادي خلينا نحتل المكان ما عندنا مشكلة زين بهاي منطقة زراعية كاملة ترى مش منطقة زراعية مش منطقة صناعية منطقة زراعية زين هاي بنسوي لها زون هني كامل حق الزراعة اوكي خلكم معايا مركزين وهني بيكون عندنا شارع ست شوارع من الين هني بننزل الشارع بالطريقة هاي هذا الشارع لازم نعدله ليش؟ لانه بنوصله في شارع رئيسي هذا السبب الوحيد انه كبير يكون بس بالطريقة هاي مع باصات هي خلى مع باصات احسن ما تصور بيكون في ضغط اكثر انزين الحين بنحط زون يا اصدقائي هذا زون كامل انزين هاي حق العاصمة العاصمة شغل سبيشل اللي احنا قاعدين نمشي الحين هذا بس فارمنج اندستري اللي يبني واللي ما يبني مصيبته الحين ما اعرف الاسعاف ربع يوصلون والله في تغطية الصراحة
ما توقعت إن في تغطية، بس طلع في تغطية والله، مطافي كل شيء في تغطية. الشارع بعد ترى وايد زين يعني، مساعدنا وايد، خادمنا إنه عندنا شوارع عودة حول المدينة أكثر من مدخل، شوف الناس تروح ترد، الناس تقدر تتي من المينا قريب، بيكون الناس من نوصل 60,000 نحطين المطار، يعني وايد أمور نحن قاعد نلف عليها الحين. على شوف كان المزارع محلاها، خلنا نشوف خلنا نشوف خلنا نشوف. عارف المزارع اللعبة ترى حلوين، تي يسوي لهم سايلو هالسوالف مال مال فارمينج سيميليتر، هاي اللي عرفتون يصير نشيل من القمح هالسوالف كله يسوونه هني، شغلات حلوه يعني. مع انها الشارعين صدقوا له كان شارع صناعيه كان احسن، بس خلاص الحين سويتها مزارع اوكي. شوارع مشجره ما عندنا مشكله، في نهايه اليوم مزارع هاي. هات صناعات ما نبهني، بس هذا ليش ما عنده مي؟ اي والله نسيت موضوعه. اوكي يا صديقي امسك مي، ادري بكم بتقولون تبون مي، اعرف. هني مطار صوب البحر وتكاسي، ونبى هذا الشارع اغير الحين هاي واي، تصدقون اغير هاي واي ولا ما اغير هاي واي؟ والله ما ادري، قاعد اشاور. اقل اضعف الايمان الحين بسرع الشارع، خله 120 يمشون، احس انهم يمشون يعني. اوكي خلهم يمشون، خلهم يوصلون بسرعة من مكان لمكان، كأنها هايوي يعني، بس في المدينة خلهم يأخذون راحتهم. قطار شو أخباره؟ في عليه زحمة؟ ما حد في الطابور هنا على التكاسي، وما في زحمة عليه فعليا القطار، بس بنحتاجه ترى، بيستوي زحمة. لا تقولوا ما بيستوي زحمة، بسوي زحمة غصب نحن أصلا، لازم المكان هذا بنزحمه. لحظة هاي الزعلانين ما عندهم كهرباء من متى؟ خلينا نحط لهم باركنات، هاي المقابر يعني لازم باركنات اصلا. هني اربع باركنات او اقل وبس، بس زين. معقولة ما يكفيكم هذا؟ مستحيل ما يكفيكم، هي اكيد بيكفيكم، انا عارف الشيء. هيرسز قامت تطلع اوريدي، اللي هم سيارات الموتى. شوفوا هذا يباله شوية يكون دائري أكثر، أشوف هي الحين أحسن. إيش بيخلنا بس من تحت؟ هذا كيف هذا مار فوق؟ هذا سؤال. أشوف والله يمرون عادي، أنا أشوفهم بس من باب الشكل. خلنا نسوي شوي أعلى. صوب الثاني شو أخباره؟ صوب الثاني ما في تحت الشارع للحين، بيستوي تحت الشارع اكيد اكيد. شوفوا البيت، المدرسة عندها سولر طاقة شمسية، شوفوا حاطين الواح نايس. عاد خليني احط لهم باركنات. لحظة باركنات سولر، الباركنات ادمان ترى، انا اخبركم حلوين، ويحلون مشكلة الكهرباء اوليا وتشيب هالسوالف، بس ما يعطون الكهرباء اللي منها تخذي على المشاكل. عندنا مصانع بعد جبارة تشفط كهرباء ما شاء الله. الحين المنطقة أنا أشوفها شبه جاهزة عشان أسس عليها عاصمة، حلو. بس نحنا عندنا سكان ميون وايد، فقط عندنا الحين الموضوع سكان. إنزين الحين الشيء اللي لازم نحطيه بعد كمواصلات اللي هو هذا المترو. شوفوا الحين هاي اللي يكونون في مكان واحد، أنا ليش ما فكرت أحط المترو هني؟ لحظة ليش ما فكرت قبل اني بحط المترو؟ ايوه هذا هو الكلام يا حبيبي، مليون بياخذ عني. كم؟ 29,000. يخرب بيته يخرب بيته. وبنحط المترو عند حط دبل مترو حرام، بنحط المترو منو الزحمه اكثر، منو الناس بتنزل تستعمل الناس، هذا بيستعملون الناس. الثاني مال شحن المفروض اكثر شيء بساط اللي يستعملونه. خلينا نمر من حول النفق ونجيب لين هني. طبعا هاي الاثنين اللي بيستوي هذا المترو بيجي لين
المدينة أول شيء، بيروح هاي النقطة، بيوقف هني، بيرجع هني، بسوي نقطة ثانية تروح للميناء وترجع، بسوي نقطة للميناء للصناعية لمركز المدينة، يرجع هني، يوقف بالطريقة هاي. يعني حلقة توصل بين الاثنين، وحلقة توصل بين الاثنين والمدن الباقية، لأن العاصمة الحين أنا أتوقع أن الناس بتاخذ مترو، يعني حتى لو قطار شغال يشتغل، حتى المترو الناس تبى تاخذه، لأن المترو أكثر ناس اللي بتاخذه للدوام يوميا يعني. بس ترى مكان المترو نفسه مشوار، يعني حتى شوي يباله وقت، وحتى الممشى هني من مكان لمكان مشوار، فشو بسوي؟ المشي أساس أنه ما يكون مسافة جبارة بينهم، بنسوي مماشي لنا للناس، أبى مكان أقدر أطلع منه ممشى. هني الناس بتمشي، بس إذا أقدر أسوي اختصار هني بيكون وايد حلو. خلنا نسوي اختصار هني. زين. أوكي، هني ما يستوي اختصار أصلاً. إن شو عندي هني؟ ميديكال كلينك. زين، لو أجيب الميديكال كلينك هني يستوي؟ لا ما يستوي. بهاي الطريقة بشيل هذا. ما تخبر روحه بترجع. بنسوي أبا ممشى من فوق الشارع العام 7 يستوي. زي 6 لا يقول لي اوكيبايد. اوكي 7 بسوي. أبا أنزل شيء. زين، نسوي لهم ينزل لين وين ينزل وين ينزل وين ينزل. أبغى أنزله مكان ممشى، مكان زين يعني. خلينا ننزله من هني. زين، لأن الناس الحين عندنا، نحن الناس أهم من شو اسمه، صح؟ من ال من زين، من أهم شيء الناس. روح الأماكن هاي، مو مشكلة، هاي بيبنون. المشكلة هاي بيبنون. زين، وهذا ممشى من هني. هذا أتوقع يكون اختصار طيب. الناس اللي تبى تمشي بدل ما تاخذ الدرب هذا كله، بشوف بس إذا الناس بتستعمل الشارع هذا. الحين هذا استوى جزء من مدينتنا. يمر من فوق شوارع ما حد بيستعمله. شو معقوله كلهم يبون باص؟ يا حبيبي كلهم يبون باص، كلهم يبون باص. اكيد في حد بيمشي لين هنا، اكيد اكيد في حد ممكن. مشى. منو هذا؟ صابرين لي، صابرين لي، صابرين. شكرا يا صابرين، اعطيتيني امل، اعطيتيني امل ان هالمكان منه فايده. انزل. ممشى فنان والله. ونبى ممشى من هني بنفس الحال، ما بالناس قاعد تضرب مشاوير على الفاضي. شوف 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 7 بينفعني هني. خلاص توه شوي. شوف أخس. ويت، لازم في حل من هني لين هني. شوف، ايوه الله. الصراحة 200 بس خلي تشوف الاختار يوم بيطوف. الحين لا اختار بيطوف على راحته عاد. ما في هني مكان يمشي منه. ويت، ما في مكان يمشي منه. ما
ما في مكان يمشون منه هني. ويت ويت، معناه يستوي هني لين هذا الشارع بيطلع لي روحي شوي، لانه وضع صعب. لانه اذا يجيب هذا مهني لين المكان الثاني بيقول لي لا. شوف معناه يستوي هني، ها اذا اسوي جسر، اذا اسوي بالطريقه هاي اقول هذا مثلا جسر اوكي، ويجيبه من هني لين هني في نقطة عادية. اوكي 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 اوكي، مرفوع الشارع. اوكي ويت، هني الشارع مرفوع شوية وهني غير مرفوع. اشوف هي سوالة دخلة جنب العمارة، وهني زين، هني ابى اجيبه في الوسط، ما ابى اجيبه عندهم. خلاص هدمت عمارة، ما بهدم عمارة ثانية، بحاول اني ما اهدم عمارة ثانية. ايوه هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نزل لو اسوي هني، لو اسوي هني بعد ما يستوي. بس استوى عندي نقطة، استوى عندي نقطة من الاتجاهين، من هذا الاتجاه، من مصيرهم هاي اللي بنو بيوت ترى. زين نقطة من هني، شوف شوف هاي بعد منو، مش صابرين هاي هولي دكسم سايرة لين هني. نسهل الناس تمشي، في ناس تبغى تمشي. شوفوا المترو كسر سوق الاخطار، المترو المترو كسر سوق الاخطار. هاي مصيبة المصايب هذه. زين هلا حط لها مباني تجارية هني على الدخلة، نحط مباني تجارية هني. زين شكله مكان مباني تجارية اصلا، وهني بعد متعبين بنحط دكان عند المدرسة حق اليوم يشردون. لا دكان عند المدرسة خله هني يوم بيشردون. الجامعة تكون كانت بلد ان ووتر. انا وصلت البحر يا حبيبي، مش منتبه والله. ابى الجامعة في نص نص الخريطة. انا الجامعة على البحر يا حبيب، والله انه مضبوط، اسمحوا لي انه مضبوط، لكن نعم مضبوط. شوفوا على البحر الجامعة. زين حطينا باركنات، باركن باركنين ثلاثة. شوفوا هايل الحين عندهم اكسس دايركت حق منو، حق الحدائق وربعها. في ناس قاعد تسوي ابجريد، في ناس ما قاعد تسوي، في ناس ما عندها ماي. بس نحاول نخلي اقل من مشاكل ممكنة في المدينة من البداية. شوية ادارات تختلف، ادارة كادارة نغير المواضيع شوي. اظن هاي يكفينا لليوم كحلقة، ها بداية تأسيس مركز المدينة. مشكورين على متابعة الحلقة، ونشوفكم في حلقات قادمة ان شاء الله على خير. يمكن الحلقة القادمة على الاغلب بنحطي مطار، بنحطي لنا شيء، بنسوي شيء. بس والله انه قولوا لي رايكم تحت، شو رايكم بمشروع الخطار؟ انا احس من اكثر المشاريع الناجحة. سوينا تضاريس غصب وهالامور، بنحطي مواني هنا ودنيا، وهناك بيكون صناعات على البحر. ف حلو يكون العاصمة على البحر. فنشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.